يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في اليوم الثاني للبطولة الكاس الرمضانية. اليوم زكريت وبروك، لكن بنشوف الصغير بيبدأ اليوم لابس برشلونة. مع من انت اليوم؟ زكريت. شجعهم؟ ايه. يفوزون؟ ان شاء الله. بس من يعجبك فيهم اللعيبة؟ محمد سعيد. محمد سعيد؟ هداف ولا يلعب في النص ولا يلعب ورا؟ ورا. دفاعهم؟ يعني انت متأمل انك تلعب الدفاع؟ متى تجمعتوا مع بعض؟ تقريبا صرنا 10 ايام متجمعين. لعبتوا مباريات قبل ولا اول مره؟ لعبنا مباريات. كلها فوز بعد. كلها فوز الحمد لله. يا سلام عليكم. بارك الله. يعني اليوم بعد فايزين ان شاء الله. باذن الله تعالى. بنشوف بعد من اللعيبه. يعطيك العافيه. يعافيك. شلونك؟ طيب الله يسلمك. مبارك عليك الشهر. انا وعليك السلام. شلون جاهزين ان شاء الله اليوم؟ والله ان شاء الله جاهزين وفريق ان شاء الله مستعد لكم الوجه. وان شاء الله خير ان شاء الله في البطوله. صديقي وينه؟ لا شرس صديقي راح داخل. طلعوا فريق بروك، شو ايش عندهم؟ وين المانع؟ السنه ان شاء الله يعني ما توفقنا، طلعنا بضربات ترجيحيه، بس ان شاء الله السنه نتوفق ونكمل. السنه ان شاء الله ترتيبنا احسن ان شاء الله، والله يوفقنا ان شاء الله في المباراه الاولى ان شاء الله. شاهدينا هاي ما قبل المباراه، نقول لكم انطرونا بين الشوط. من فريق بروك مقطوعة وصلت لمحمد فيصل يسدد جول أول لصالح زكريت. وانا رمية تماس طويلة في منطقة الجزاء، علي فرج، جول ثاني لصالح فريق زكريت. تسديدة قوية وجول لا يصد ولا يرد عن طريق شهاب. مع انهيار بروك في الشوط الاول كره وسط لقاسم ورباعيه من خلال شوط المباراه الاول. التمريره البينيه وصلت لعلي فرج، هو الجول وجول، هدف خامس لصالح فريق زكريت. التمريرات المتبادله بين لاعبي فريق زكريت ويحطها علي وجول سادس. متابعه متقنه للعبه اللاعب النيجيري لصالح فريق زكريت. يحط السابع جول. مهرجان اهداف لصالح فريق زكريت في شباك بروك. فريق زكريت يكشف القناع بهذا الاداء الجميل والتمريرات الرائعه وهدف ثامن. ثمانيه نتيجه كبيره في شباك بروك. كره لفريق بروك، عبد الرحمن ابراهيم وجول جول. كره على حدود منطقه الجزاء يبحث عن المساحه وجول جول جميل من خلال هذا اللقاء. انتهت المباراه، فوز زكريت على بروك 8-3. نبي نشوف هل بروك ايش عندهم؟ مدير الفريق هارد لك. الله كريم. ثمانية شوي عاد صعبة. ثمانية بالنسبة حق فريق أول مرة يشارك يعني وفوت فريق متمرس شيء الحمد لله يعني، لكن قدرنا شوي فريق قدر يعود على النسق شوي، نسق المباراة وقدر يسجل 3 أهداف. إن شاء الله خيرها خير إن شاء الله. المباراة الجاية إن شاء الله نطلع بمستواك أحسن وأفضل من المستوى إن شاء الله. والله الفريق تو جديد، تونا أول بطولة نشارك فيها، إن شاء الله المباريات الجاية. شلونك؟ لا 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 زين. هارد لك. بعدين هارد لك. بعدين شباب والله هارد لك. الحمد لله على كل حال. ثمانية عاد؟ سوي بعد، قالوا لك الشباب من قبل أن فريق تو أول مرة يشارك في البطولة. إن شاء الله نعوض المباراة الجاية إن شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. شفتوا اليوم ضربة قاسية صراحة. داشين بقوة احنا. إن شاء الله نرجع البطولة لنا إن شاء الله. الحظ اليوم العارضة اليوم ضد اليوم علي. والله شوف وعدتك أنا قلت لك 3 إن شاء الله جات. خلاص. بس في واحد امس جايب 11 بتنافسه؟ ما ادري فريق نيبالي يمكن اللي لاعبين معاه ولا شيء. يعطيكم العافيه ومبروكين الفوز. ما قصرتوا، شفنا بروك وشفنا زكريت 8-3 ومبروك يا زكريت، هاد لكم يا بروك. اليوم عندنا في ملاعب اللجنه الفنيه مباراتين، المباراه الاولى بين اتحاد كره القدم وفريق الحويله. طبعا المتواجدين الحين خلفي مباشره فريق الحويله، خلونا نشوفهم. يا سحيم شوف لنا حد يسوي لغاء، قال الحارس وبعد انا اشيله، انا اشيل الكلام. طلبتك خلاص المدرب زعل. يعطيكم العافيه. لا انت مدرب الفريق. التشكيلة؟ ما عليك تشكيلة، بقي عليها وقت. احنا كنا قبل المجلس نجي هنا ونستانس ونلعب، ان شاء الله نقدم لعب حلو، الجماهير تستانس باللعب،
والله احنا مستعدين لاي شيء، لاي شوطه. بص لاي شوطه لاي شيء، ما فيش في كره القدم اسمها حاجه صعبه. الفريق القوي ممكن بيلعب فريق ضعيف وينهزم، صح ولا مش صح؟ فاحنا مستعدين مع كابتن انور، معانا الكابتن سعيد المصري احد ركائز خط الدفاع، ومعانا اندي، معانا مجموعه كويسه، الشيخ معانا، يعني ما شاء الله ناس كويسين ومجتهدين. نعم، تجمعنا ولعبنا مباريتين وديات على اساس انه نقدر نكون الفريق بتاعنا، والحكايه لنا فيها اربعه محترفين، فلازم تعمل مباريات وديه على اساس انه نشوف مين يصلح يقدر يكمل مع الفريق في البطوله، على اساس انها تطلع باحسن صوره للبطوله قبل الفريق. الحمد لله فادتنا المباراه الوديه، بس اخر فتره تجمعنا فيها كلنا مع بعض، اكثرهم كانوا مسافرين كثير، فبس ان شاء الله خير. لهم يسخنون ما شاء الله. حارس تحت الغ... ما يصير. انتوا كل بدايه لكم متعذره؟ لا والله مو سالفه بدايه متعذره، بس يعني تدري قبل احنا بدينا تقريبا في شهر 6، وبدايه شهر 6 وبدينا بالتمارين وبدينا مباريات وديه، ومع الاحتكاك ودي وجربنا ودي، وفي اخر مباراه وديه تعورنا. اليوم قدام الحويله مستعدين لهم؟ ان شاء الله انا مستعدين ان شاء الله. شاف يا خير والبركه ان شاء الله. خاف ان ربعكم ثقلين على البطوله؟ ان شاء الله كلهم شركباتنا كبار يعرفون ايش اللي لهم وايش اللي عليهم. اليوم اول مباراه حق فريق تحت الغد، بس يستجوا قبل المباراه. لا اليوم اول مباراه مش احتراف. تفضل. اليوم اول مباراه، وطبعا انتم كنتوا تسخنوا مع بعض من قبل وتجمعتوا من قبل، كيف تشوف الفريق؟ والله فريق زين، يعني في عناصر جيدة، رغم أنها تشتغل في شركات وفي يعني في أماكن يعني ما عندها علاقة بكرة القدم، لكن في فنية الحمد لله. اليوم حسيت شوية في ضغط على اللعيبة. We'll see. It's always very hard to say how a first game will go until you start. We can only hope to win. We want to keep our championship. كل بطولة كل سنة تتحسن عن السنة اللي قبلها. فالحمد لله السنة يعني مؤقتا في انتظام، في التزام من الفرق الموجودة، وإن شاء الله يعني نشوف بطولة راقية إن شاء الله السنة. وسط انفراد إلى خارج الملعب، كل عالية صالح فريق الحويلة تصل بهذا الشكل في أحضان حارس مرمى فريق اتحاد الكرة. مشاهدينا انتهى الشوط الأول، تعادل الحويلة مع اتحاد القدم. صور خلنا نشوف اتحاد القدم مش محضرين الشوط الثاني. الشوط الثاني ايش راح تسوون بعدين؟ كلمه ايش فيك تعبان؟ ثقل الفطور؟ لا مو ثقل الفطور، تعرف شلون المباراه يعني تعب، واحد اركض رمضان وحار. بس كابتن شوفك تعبان، كلكم تعبانين، ايش فيكم؟ ما تبي دفاتر؟ لا لازم، احنا دايره الكاميرا شغاله. ما قصرت الشوط الاول، ايش راح تسوون الشوط الثاني؟ تعبانين الشباب، ثقلين في الفطور او شيء، نشوف فريق الحويله. والكابتن مصاب، سلامات ايش فيك؟ صدني نزيف والله. ان شاء الله احنا نفوز او نحافظ على التعادل، فريق اتحاد الكره فريق صعب جدا، بس ان شاء الله احنا نحاول قد اللي نقدر عليه. والله ان شاء الله نأدي مثل ما ادينا الشوط الاول، ما ادينا صراحه، احنا لاعبين دفاع واتحاد القدم يعني ماخذ البطوله والمنافس القوي، واحنا داخلين ان شاء الله نعمل ان شاء الله. يعني ما قصرت الشوط الاول، ما قصرت، صدد كذا كوره كانت جول. ايش راح تسوي الشوط الثاني؟ لا ان شاء الله خير، بس انت شايف عدم التجانس اللعيبه مع بعض، هي دي اللي في المشكله، ان هم طبعا فرقه ثانيه بيلعبوا اكيد بقى لهم سنتين مع بعض، معاهم لعيب محترف في نص الملعب لاشو اللي بيشوط دوت، ولاعب مغربي، لكن احنا لسه متجمعين ما كملناش 3 4 ايام. اشوفكم متعصب معاه وتكلموا وياه طبعا من حرجين شو، بس اوكي ما تعرف على الكوره، ما قلنا حاجه، ليش جاي تشجع من زي اليوم جاي ليش؟ ما اعرف ترى عن الكوره كلش. يعني زين الفريق العام كان يعني اضعف من كذي، وبعد فريق اتحاد الكوره العام فايز يعني البطوله، فزين منهم انهم يعني ان شاء الله احنا ان شاء الله معاهم بعد ان شاء الله يفوزون. يعني نبي نبدا الشوط الثاني، شوف المباراه. عن اول الاهداف للفريق الابيض بالتمريرات، وناصر عايض جول اول لصالح فريق اتحاد الكره من خلال هذا اللقاء. وغمزه ولمزه في شباك اتحاد الكره، ويا سلام عليك يا نواف علي.
تسديد وجول ثاني للحويلة. أم بيونغ أنديند عادل للفريق الأزرق. انتهت المباراة الأولى بين فريق اتحاد الكورة وفريق الحويلة بالتعادل 2-2 واللعيبة متنرفزين زعلان. متعادلين زين متعادلين زين معلم متعادلين يعني مو باخر المشوار ترى 1-2-3 فريق أفضل الفريق في البطولة وحامل اللقب مثل ما قلت يعني. شلون شفت ربعك اليوم؟ ما كانوا تعبانين ما كانوا مثقلين؟ لا والله مثقلين بيض الله وجيهم ما قصروا لعبوا اليوم في الملعب وما قصروا. في عشاء؟ في عشاء ان شاء الله يعني موديهم؟ اي ان شاء الله بتاكلهم ان شاء الله. ده ابنك؟ ده ابني بلال لعيب. اخبارك يا بلال؟ جميل كان بيلعب في النادي الاهلي في مصر. تلعب نادي الاهلي في مصر؟ ايوه انا زملكاوي. هو زملكاوي زي باباه. حارس نبيك تعال 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 عند سحيم تعال عندي لك مفاجاه انا. اي والله الحمد لله ما لان سمعنا عن فريق اتحاد الكوره اقوى فريق بالبطوله الحمد لله بركة الشباب والربع يعني في واحد يبرش موي بس ما قصوا الربع نواف وكابتن امبي كابتن انور توجياته وكابتن شريف الحارس. شفنا الفريقين ونقول لهم مبروك عليكم الفوز وخلونا نتابع المباراة الثانية. يا هلا ومرحبا فيكم يا مشاهدين الكرام. رجعنا لكم الحين في مباراة مهمة بين سودة نفيل والهلال. قبل أن تبدأ المباراة بروح أنا وياكم نشوف اللعيبة شنو استعداداتهم لهذه المباراة. تعالوا معي. طبعا الشباب عندهم اجتماع مهم قبل المباراة الحكم قاعد يسافرنا خلاص وما أدري إيش فيهم. خلنا نشوف سالفتهم. إذا في راعي واحد يعني تبنى الفريق لازم تسوي تطلع كل اللي عندك على أساس إن ما نضيع يكون يعني يقدر يدعمنا في مباراة ثانية وبطولات ثانية نفسها. معاي إدارة الفريق مدير الفريق كابتن محمد الهاشمي. أنت مدير الفريق بس الفريق هذه طالع لنا بموضة جديدة وحركة جديدة بن حويل مكتوب على التيشيرت. إيش موضوع؟ هذا سبونسر جديد. إيش موضوع السبونسر؟ يعني سبونسر طلبنا من شركة من شركات بن حويل التجارة طلبنا أن تدعمنا بمبلغ عشان نجيب محترفين. الحمد لله دعمتنا بمبلغ وحطينا السبونسر. طلعنا كتاب للجنة الفنية اللي ماسكة البطولة وافقوا على الكتاب وهذا سبونسر يعني شيء عادي. طبعا شباب شفنا واحد بس من لعيبة سودة نفيل. بنروح الحين حق فريق الهلال لون الأزرق خلينا نشوف سالفتهم. جاي تلعب تنس ولا تلعب قدم؟ ليش؟ عشان الرابطة اللي فوق عشان ستايل بس. شلون تشوف الأجواء البطولة أول مباراة لك؟ والله إن شاء الله نلعب من العام والسنة مجهزين أحسن إن شاء الله والله يوفق. خلينا نشوف إداريهم وايد معصب قبل المباراة. والله الحمد لله استعدينا البطولة استعداد جيد وإن شاء الله الفريق كله شباب صار بعدها وإن شاء الله يقدرون يعطونا الشيء الزين ووجبة إن شاء الله رمضانية بسيطة والله كريم إن شاء الله. رجع حد؟ لا. الجاي هني البطولة حق شنو؟ ها؟ جاي البطولة تعرف حد هني؟ في حد هني تعرفه؟ معانا رجل من رجال هذه البطولة كابتن جمال. بس قل لي ايش السالفة؟ قل لي ايش فيك؟ تخرج حق المباراة عشان نشوف مين بيفوز اليوم وبرجع لكم بالشوطين. من الانطلاقة الهجومية لسودة نفيل عن طريق الجهة اليمنى تصل لمحمد وجول أول هدف أول لصالح سودة نفيل. ركلة جزاء لصالح فريق الهلال حطها جول. فريق أول مباراة لهم في البطولة وخبرة في البداية في خلل إن شاء الله مع الشوط الثاني بيكون تطور إن شاء الله نطمح الفوز إن شاء الله وإذا ما قدرنا إن شاء الله المباراة الثانية نبدأ إن شاء الله. زين إحنا بنروح حق الفريق الثاني نسيناهم فايزين 3-0 خلينا نشوف إيش فيهم. 4 زين 4 خلاص ليش تكملون؟ غلط. ليش تكملون زين؟ والله إحنا مو ما نلعب شوط واحد. أوكي. نلعب شوطين. أول إصابة تصير اليوم. أول مرة تدخلون الملعب أنت كيف يعني معنوياتكم؟ عادي كلاعب عادي ولازم ننزل نأدي خدمتنا لي وياخد السيرفيس اللي هو مطلوب مننا لأن احنا جايين عشان نشوف راحة اللاعب نطمن عليه وسلامته قبل الماتش بتاعه. بنشوف المباراة شلون بتصير بنرجع لكم بعد المباراة إن شاء الله. الضغط ما زال مستمر على الطريقة الهولندية بالنسبة للفريق سودة نفيل وجول هدف لصالح سودة نفيل. ضربة مرمى طويلة وجول
هدف ولا أروع ولا أجمل من حارس مرمى فريق صدنزيل. إمداد الهلال بالصفوات المتأخرة للفريق الأزرق وهدف. هدف من خلال هذا المباراة الماراثونية. الهلال يستمر في الهجوم ويمر ويسدد وجول. وتمريرة ولا أروع وجول. مهرجان أهداف من خلال بطولة قناة الكأس السودانيين. أمير عمر يمررها وصل في منطقة الجزاء تروح من الحارس وجول. برافو أمير المتألق. I play my best but no chance for me to score. Okay. But I try my best. الكرة كانت في رجل اللاعبهم وأنا ما شفت الكرة كنت وراها فأنا شايف على أساس أن أطلع الكرة من قدامه والكرة كانت راحت وأنا شطة فريلة صحيح بس مش هالضربة أن أنا قاصد شيء هو عصب ودزني وجاء المدافع ودزني ومعلوم مش مستاهل يعني كل هذا يعني بطولة رمضانية خسرت ولا فزت في النهاية تستنسون يعني مو عشان يعني هاي بيضرب ذي ودي معصب بعد فيها تنافس صارها فيها تنافس فيها مفلوس المركز الثاني لا فيها فلوس مو المهم الفلوس أهم شيء أحسن حارس أحسن لاعب مركز الأول مركز الثاني الله يوفقكم الجميع إن شاء الله والله تنرفزت أول شيء من اللعب ينرفز الواحد يا شي فالح شي فالح مشاهدين المباراة الثانية بين سميسمة وملفاعي خلفي نادي سميسمة خلنا نشوفهم مش محضرين المباراة والله أجواء حلوة وكل شيء تمام إن شاء الله بتوفيق لفريقنا راح تسوون مع المفاعي اليوم والله نحاول نجمد أول مباراة والبركة في الشباب إن شاء الله خلفي لعيبة المفاعي خلنا نشوفهم دردش معهم قبل المباراة الحمد لله أول يوم المباراة إن شاء الله إن شاء الله نأدي يعني اللي علينا ونفوز ونقدم مستوى طيب يعني بعض اللعيبة يسخنون بعض الثاني هناك خلف الجول خلنا نشوفهم والله سميسمة إحنا فريق ما نعرف عنه شيء صراحة يعني حتى الشباب ما يعرفون لكن إن شاء الله إحنا نسوي اللي علينا أي مباراة ندخلها إن شاء الله ندخل جامدين إن شاء الله نبيض البين سميسمة والانطلاقة والتسديد وجول أول هدف أول عن طريق سلام مبارك مرة أخرى سميسمة والتسديد وجول هدف ثاني عن طريق سلام مبارك الذي كان في المكان المناسب انتهى الشوط الأول بين فريق سميسمة وملفاعي بتقدم فريق سميسمة 2-0 خلونا نشوف لا متأخرين الشوط الأول ما عليه الربع شكلهم ثقلين الربع شكلهم ثقلين آخر الشوط وقفوا ها ثقلين من ناحية أنت بشوف من ناحية بدنية أنا أقول أشوف صراحة وايد عنده وايد وايد عنده بس إنه آخر دقيقة بس ما قلت أنت وقفوا يعني لعب تقدر تقول لعب فريج صار تاي أول مباراة ما أدري كل الجو بعد ما صار على الفريقين هم بس إن شاء الله أخطاء شفت أنت الأخطاء شوطين يمكن فرصتين جد وربعنا ما استغل الفرص لكن إن شاء الله الشوط الثاني بدشون الفطور لاعب فيه وما يقدر ما يقدر يتنسم بعد ربعك آخر الشوط بريك متقلين شوي والله إيش مقلين تهيأ حريص أتوقع حريص ولا تريد لا حريص أعرفهم ربعي حافظهم إيه شفنا فريق أم لفاعي متأخرين بهدفين خلونا نشوف الفريق اللي متقدم بهدفين فريق اليوم مبدع والله ما نقدر نستهين ان شاء الله في شوط شوط ثاني ان شاء الله وتكون ان شاء الله الاهداف انت تعالن انا ما اقدر مانع عينك يا ريال مسوي ازعاج في الملعب وين المدرب المدرب راح مورينيو سموك مورينيو خلاص زين اوكي الشوط الاول متقدم 2-0 ومرتاح شوط ثاني ايش عندك؟ المباراة متكافئة يعني وكل شيء وارد. كل شيء وارد وكل شيء ممكن يصير، إن شاء الله فريقنا يأدي نقدم الشوط الثاني. محمد مبارك
جول. هدف بهذا الشكل الحمر يعود من خلال هذا اللقاء. مرة أخرى لأم الأفاعي. جول جول. هدف التعادل عن طريق عيد نظام يعيد النتيجة لنقطة الصفر. فريق سميسما وهدف التعادل عن طريق محمد مبارك. هدف التعادل من خلال هذا اللقاء. انتهت المباراة الثانية بين فريق سميسما وأم الأفاعي 3-3. سميسما كابتن ونطيب، عرفني باسمك. اسلام. اسلام يا اسلام، سويت اللي عليكم لكن بالنهاية تعادل. هذه كرة ما المفروض كنا نحافظ شوية ونأمن شوية، احنا كسبانين 2-0 الشوط الأولاني، المفروض اللي احنا نأمن شوية. بس معلش الشباب يعني لسه صغيرين ما عندهمش خبرة وكده. بس في حد انطرد عندهم فتعادل طعم الخسارة أنا أعتبرها. اللاعب اللي سجل هدفين عندنا تعور إصابة، بعد تبدل وحالة الطرد غيرت على الفريق شوي. إن شاء الله تشوفون المباريات الجاية غير. الشوط الأول كنا مسيطرين احنا تقريبا، بس غبك الإصابات عندنا وهي يعني بهدلت كم إصابة عندنا هداف طلع والطرد بهدلني وأنت عادل يعني معني بنقول في الدقائق الأخيرة لكن الله رايد إنه تعادل. يلا إن شاء الله شدحين المباريات الجاية نتوفي. انتهت مبارياتنا اليوم في ملعب اللجنة الفنية كلها بالتعادل، واليوم إن شاء الله يكون عادل بين كل الفرق، ومبروك حق الفرق اللي فازت في نادي العربي. تعادلين في ملعب اللجنة الفنية وفوزين في ملعب نادي العربي. وصلنا وياكم إلى نهاية رسالتنا اليومية لليوم الثاني على التوالي من بطولة قناة الكأس الرابع الرمضانية. إلى اللقاء.